رح نتابع محطاتنا. ما بخبركم الريحه قد طيبه، ما بخبركم قديش نحن ناطرين انتهاء ونهايه طبخات شيف حسين. وهلا عم بيقشر، اوه هلا مزبوط بده يقلي الدراق، ما هيك شو عم يعمل؟ ايه مزبوط، هلا وعدنا بالسلات تبعيتها مش هيك؟ صح. يلا رح نروح لعندك لفن. رمضان كريم من جديد لكل المشاهدين. انا هون بلشت احضر الدرقات، هول الدرقات رح اجيب دغري قلايه ونحط قلايه على النار لحتى نقلي الدرق مثل ما وعدتكم مع الفطر، بالاضافه مشاهدينا للبندوره الكرزي. لكن زيت زيتون على النار، رح نجيب الدرقات كمان بدنا نقليهم مع البندوره الكرزيه بالاضافه للفطر، بنقليهم كلهم مع بعض مع الفطرات بهالشكل. طبعا هون مشاهدينا عم نستعمل من فطر البورتو بيلو، فطر كتير طيب. اوكي طيب، هول الفطر رح حطهم مع الدراق ومع البندورة الكرزية، رح نقليهم لكن مع بعض. طيب بهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح روح جيب او رح ضيف دغري، هاي المقادير عم نشوفها على الشاشة، رح ضيف الكريمة للستروغانوف. لكن بلشت انا اسكب الكريمة فوق الستروغانوف وبتركها تغلي مع الكريمة. بهالوقت رح روح جيب الخسات وحضر الخسات بهيدا القالب. لكن عندي من الخس الملون هون، رح ضيف الخس الملون بهالشكل، نسكبهم مثل ما عم بتشوفوا قدامنا بهيدي الطريقة. اوكي نرجع نجي للمرحلة الثانية، كمان بسكب باقي مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بخلطهم الدراق مع البندورة الكرزية مع الفطر. رح اجي كمان ضيف باقي الخس بهالشكل هيدا كمان. اوكي هون نحن اخذنا الكمية اللي بدنا اياها من الخس، نرجع مش كتير بدنا نحطهم على النار. اوكي طيب استروغانوف مشاهدينا صار جاهزة بالقريدس. اما عنا الخليط، رح اجي ضيف هون كمان من الزبيب، منحط ايضا معهم زبيب ومنقليه هون مع الزبيب. اوكي بهالوقت شو رح نعمل؟ رح نجي نحضر الصلصة. الصلصة هي عبارة، لكن رح نحضر الصلصة للسلاد اللي هي عبارة عن خردل، عبارة عن مايونيز. هون خلينا نخفف النار شوي تحتهم. اوكي عندي لكن خردل، بحط خردل بهيدا الوعاء. عندنا كمان مايونيز، عندنا عصير حامض. طبعا المقادير اللي شفتوها على الشاشة في بقلبها من العسل، فيكم انتو تضيفوا عسل، انا حطيت العسل حسب الرغبة. هون ضفت خل بلسميك، منحط رشة ملح ومنخلطهم كلهم مع بعضهم. هيدي الصلصة. اوكي لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا هيدي الصلصة صار جاهزة عنا لسلطة الخس والدراق بهالشكل. هيدي هي الصلصة اللي حاطين لها خردل، مايونيز، عصير حامض، خل بلسمك، وبقول للمشاهدين فيكم تحطوا لها كمان من العسل. طيب
هيدي هي الصلصة جاهزة. بهالوقت أنا شو رح أعمل؟ أقليهم بعد شوي، طفي النار، منجيب معلقة خليط الفطر مع البندورة، نسكبهم بهالشكل على الوجه، لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نوزعهم الدراق وكيف عم نسكبهم. فيني انا روح جيب جزرة. اوكي طيب، لكن مشاهدينا بهالوقت انا بدي بلش جاوب على الاسئلة. طبعا عنا الاسئلة، في عنا اول سؤال لحلقتنا لليوم. طيب، في عنا السمك كيف منحطها بالصينية لحتى ما تلزق؟ عنا كذا طريقة. انا اذا بتشوفوني خلال فقرات رشة ملح بجيب سمكة، بحط السمكة على شرائح الحامض او شرائح البطاطا او شرائح البصل او حيلا نوع من انواع الباذنجان او غيره، بس المهم ما خلي السمكة تلزق بكعب الصينية. او اذا بدي خلي السمكة تلزق بكعب الصينية، بدي حط انا بكعب الصينية من المي والزيت النباتي، بحطهم بكعب الصينية وفوتها على الفرن. انا السمكة بجيبها مشاهدينا مثل ما هي. اول شيء السمكة اللي بدها تنشوى ما بينشال البرش عنها، بتضلها ببرشة، لكن القشرة او البرش تعول السمكة بيضلوا ما بينشالوا عنها. منحط شرائح بطاطا او حامض او جزر واللي بدكن اياه بكعب الصينية، ومنحط السمكة عليهم، منحط لها زيت زيتون، منحط لها كمون، منحط لها خلبل سمك، منحط لها كزبرة، منحط لها توم، اللي بدكن اياه. فيكن انتو هون مشاهدين تبلوا السمكة طبعا بالتتبيلات اللي بدكن اياها. هيدا كان بالنسبة لأول سؤال. أما بالنسبة للسؤال الثاني عن الكنافة، الكنافة هون بقول للمشاهدين وصفة كتير هينة. الكنافة نحن فينا نحضرها بطريقة كتير سريعة. بنحط حليب بطنجرة على مش على النار، بنحطهم على جنب، بنرجع بنضيف لألون، بنضيف من النشا، بنضيف من السميد، بنضيف جبنة موتزاريلا. طبعا بنحطهم الحليب مع النشا مع السميد مع الطحين على النار، وبنرجع مشاهدينا منضيف لها بعد ما تغلي جبنة موتزاريلا محلية، جبنة مجدولة كمان محلية، منضيفهم مع بعض، بيصير عندي خليط الجبنة. أما بالنسبة لخليط السميد، خليط السميد بتجيبيها جاهزة خالصة من منتجات تونيس فود، تستعمليها ما بتحطي لها مواد دهنية، لأن هي فيها عجينة فرك الكنافة فيها مواد دهنية. تدهني الصينية انت او بزيت نباتي، بس بكعبها شوي بتدهنيها بزيت نباتي للصينية، وبتحطي العجينة بترصيها او بتشديها كتير منيح لحتى تتماسك، ترجعي بتحطي خليط الجبنة فوقها وبترشي رشة صغيرة من فرك الكنافة، وبتعملي الصينية دايرة لحتى ما تلزق معنا، وبتفوتيها على الفرن على حرارة 180. انا هون بدي لك شغله، خليكي عم تتابعينا بكره طبعا الساعه 10 رح يكون معنا توني شرفان صاحب شركه تونيز فود، رح نحضر كمان الكنافه، فرح نعطي كذا طريقه للكنافه بكره خلال حلقتنا. اما بالنسبه كمان في عنا سؤال للمعمول، في عنا سؤالين بيختصوا بالمعمول، معمول بقشطه. رح نحكي عجينه المعمول هي عجينه وحده المعمول. طبعا هون بقول للمشاهدين بالنسبه لعجينه المعمول رح اعطيكم المقادير لحتى تسجلوها قدامكم. يا هلا، اعطيني يوم مشان هلا نبلش نحضر للعيد. هيدا صحن الصلاه صار جاهز عنا، وهيدي الصلصه لألو. طيب انا هون بدي اقول للمشاهدين بعد على المعمول لحتى يلحقوا قبل العيد. ايه يلا، بس خلينا نسكب هيدي، بس بدك ترجع تعمل حلقات اصلا قبل العيد. ايه ما فينا الا ما نعمل حلقات اكيد. طيب هون، لانه هلا بنعرف انه بعد شوي ببلش تحضير معمول العيد اصلا. هيدي حلو كتير شكلها الستروغانوف بالقريدس. ايه عظيمة، ستروغانوف مع القريدس. نانا ماما دايما بتعملها باللحمة، بس هاي اول مرة انا بشوفها بالقريدس. صح، مع جزر، برش حامض، طبق كتير طيب. يعني عنا غيدا اليوم وصفات كتير طيبة. اوكي رح انا مسحها.
رح احطها هلا بتشوفي كيف رح احطها. رح احطها هيدي دغري رح احطها وين رح احطها بهالشكل فوق الرزات. يا عين اوكي، يعني عندنا رز من تحت وعندنا الاستروغانوف من فوق. اه هيك؟ هيك والله غريبه. هاي صارت جاهزه عندنا. اوكي طيب يلا ما نسكب شوربه الشوربه مثل ما هي. رح اجي اسكبها. اوه عم تغلي غلي. هيدي الشوربه. طيب هون عنا طبق اثنين ثلاثة، أنا رح لحق بس بدي أرجع أخبر بالنسبة على السميد عنا دقيقة، لكن بالنسبة للمعمول بالقشطة بدنا سميد 2 كوب وربع، بدنا طحين فرخة 2 كوب وربع، سكر نص كوب، حليب بودرة بدنا كوب وربع، زبدة بدنا كوب وربع، كربونات بدنا ربع معلقة، خميرة ربع معلقة، ماء الورد وماء الزهر 3 أرباع الكوب، وبدنا محلب بودرة معلقة. هون خليني لك شغله غيدا، كل المكونات الجافه بنحطها لحال بنخلطهم مع بعض وبنجيب السمنه او الزبده بنفركها كثير منيح بالسمنه والزبده وبنتركها من اول يوم لثاني يوم، ثاني يوم نحن بنحطها بنحط بكعب الصينيه ورقه زبده وبنمدها على ورقه الزبده، القشطه صرنا محضرينها كثير نحن خلال فقرات رشه ملح بتعرفوا تعملوا القشطه، بنحط القشطه بالوجه وبنرجع نعمل طبقه ثانيه من المعمول وبنفوتها على الفرن على حراره 180. بالنسبه للسؤال الثاني المعمول هي ذاتها لعجينه المعمول. انا بدي اشكرك، بدي اشكر كل المشاهدين، بدي اقول لهم رمضان كريم والف صحتين، وان شاء الله وصفاتنا لليوم يكونوا نالوا اعجابكم، وناطركم بكره الساعه 10 كمان مع وصفات كثير طيبه وحلويات. شكرا كثير حسين، يعطيك الف عافيه. يعني فعلا هلا خلص وعدنا المشاهدين اكيد هلا من هلا لنهايه هالشهر اكيد رح يتم تحضير اكثر من مره اكيد وتذكيرهم بمكونات وتحضير المعمول. ما في اطيب معمول العيد لما بيكون معمول بالبيت، بس حتى لو مش بالبيت مش مشكل، بس اكيد ان شاء الله بتضل هالتقاليد موجوده، لانه احلى شيء اول يوم العيد يكون فيه دائما لكل العائله يكون في معمول موجود بخلال هالفتره. اكيد بقيت نهار كثير حلو للجميع، صيام مقبول وافطار شهي، واكيد خليكم دائما تفكروا قديش اهميه جمعه العائله بخلال هالفتره وخلال هالشهر الفضيل. نهار حلو ومنشوفكم بكره. باي باي.